قم إلى هذا العرض الإخباري المباشر من قناة N24. البداية من العراق، وفي خطوة جديدة تتعلق بالأحداث التي تجري في البلد، دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر مؤيديه إلى الانسحاب التام خلال 60 دقيقة بعد يومين من المواجهة بينهم وبين فصائل شيعية أخرى موالية لإيران وقوى أمنية أوقعت 33 قتيلا حسب حصيلة جديدة. التفاصيل مع عثمان الطاهري. دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر مؤيديه إلى الانسحاب التام خلال 60 دقيقة بعد يومين من المواجهات بينهم وبين فصائل شيعية أخرى موالية لإيران وقوى أمنية أوقعت 33 قتيلا حسب حصيلة جديدة. الصدر عبر عن غضبه الشديد في مؤتمر صحفي في النجف وقال: سأتبرأ من أنصار التيار الصدري إذا لم ينسحبوا من الاعتصام خلال ساعة، مقدما في ذلك اعتذاره للشعب العراقي الذي اعتبره المتضرر الكبير مما يجري. الصدر أضاف في كلمته: وطني بعدما كان أسيرا للفساد أصبح الآن أسيرا للفساد والعنف، منتقدا أحداث العنف الجارية في البلاد. أقوال الصدر هذه تأتي في وقت كان قد أعلن فيه من خلال تغريدة عبر حسابه بتويتر اعتزاله العمل السياسي وغلق المكاتب التابعة لتياره بعد أشهر من الانسداد في المشهد السياسي بالبلاد. في ذات السياق، أثار الوضع الذي تشهده العراق حاليا قلقا دوليا من تدهور الأوضاع في هذا البلد إثر اندلاع احتجاجات عنيفة أمس الاثنين في المنطقة الخضراء وسط بغداد عقب إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي. شيماء جبران والتفاصيل. مشاهد أثارت قلقا دوليا إزاء الاشتباكات العنيفة في المنطقة الخضراء وسط بغداد والتي أدت إلى سقوط العشرات عقب إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إنه يتابع بقلق بالغ الاحتجاجات الجارية في العراق، حاثا في ذلك الأطراف على المشاركة في الحوار، مضيفا بأنه يشعر بالقلق بشأن التقارير عن وقوع إصابات. بدورهما الولايات المتحدة وفرنسا عبر عن قلقهما عقب أعمال العنف التي يشهدها العراق. جامعة الدول العربية أعربت عن حزنها البالغ إزاء التطورات الخطيرة في هذا البلد ودعت مختلف الفرقاء إلى تغليب المصلحة الوطنية. يأتي هذا عقب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، لقي من خلالها ما لا يقل عن 23 شخصا مسرعهم إثر تبادل كثيف لإطلاق النار بين أنصار التيار الصدري وخصومهم في الإطار التنسيقي، أدى إلى سقوط العديد من الضحايا جلهم من أنصار مقتدى الصدر، بينما أصيب نحو 350 متظاهرا. دوليا دائما وإلى أوكرانيا هذه المرة، حيث استقبل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء في كييف التي وصلت تمهيدا لزيارة محطة زاباروجيا النووية بجنوب أوكرانيا. زيلينسكي قال خلال اللقاء: نريد أن تعثر بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة المدير العام غروسي على طريق عبر ممرات آمنة لتصل إلى المحطة، وأن تقوم بكل ما يمكن فعله لتجنب مخاطر كارثة نووية. كما أضاف إنها إحدى أولويات الأمن في أوكرانيا والعالم أجمع. في أوكرانيا دائما قتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وجرح 7 آخرون اليوم في قصف روسي وسط خاركيف في شمال شرق أوكرانيا حسب ما أعلن رئيس بلديتها. وأفاد حاكم المنطقة أن الروس قصفوا أحياء في وسط خاركيف ما ألحق أضرارا بالمنطقة. نهيل الجراح. 5 أشخاص قتلوا وجرح 7 آخرون جراء قصف روسي على وسط خاركيف، حيث أفاد حاكم المنطقة أوليكسيني غوبوف أن الروس قصفوا أحياء وسط خاركيف ما ألحق أضرارا مهمة، مشيرا في حصيلة أولية إلى وقوع 4 قتلى و4 جرحى، داعيا السكان إلى الاحتماء. وتتعرض المنطقة بانتظام لقصف
قصف القوات الروسية التي لم تنجح لحدود الآن في الاستيلاء عليها، في حين تدور معارك كثيفة بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي في معظم أرجاء منطقة خرسون، حيث تشن كييف هجوما مضادا في الجنوب يهدف إلى إبعاد القوات الروسية إلى الجانب الآخر من نهر دنيبرو واستعادة السيطرة على مدينة خرسون. يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع في اجتماع بالعاصمة براغ دعوات من دول البلطيق وبعض الدول الأخرى للتوقف عن منح تأشيرات دخول الروس للوصول إلى فضاء شنغن الحر الذي يضم 26 دولة في الاتحاد الأوروبي. أسامة العمراني والتفاصيل. انتقد الكريملين دعوات بعض الزعماء الأوروبيين لحظر تأشيرات دخول السياح الروس، حيث أفاد أن المقترحات غير منطقية وهي أحدث مظهر من مظاهر أجندة الغرب المناهضة لروسيا. وفي اجتماع بالعاصمة التشيكية براغ سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعوات من دول البلطيق وبعض الدول الأخرى للتوقف عن منح تأشيرات دخول الروس للوصول إلى منطقة شنغن الحرة التي تضم 26 دولة في الاتحاد الأوروبي. الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالشرق والشمال الأوروبي جادلت بقوة من أجل فرض حظر تام على تأشيرات السياحة للروس رداً على تصرفات موسكو في أوكرانيا. فرنسا وألمانيا دولتان ثقيلتان في الاتحاد الأوروبي تعارضان مقترحات حظر التأشيرات على الروس وتشيران إلى أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى نتائج عكسية. أطلقت الأمم المتحدة والحكومة الباكستانية رسمياً نداء للحصول على تبرعات قيمتها 160 مليون دولار لتمويل مساعدات طارئة لباكستان التي تعرضت لفيضانات تاريخية حسب ما أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة. أسامة العمراني في المتابعة. عشرات الملايين من الباكستانيين تعرضوا لأسوأ فيضانات تاريخية وغير مسبوقة منذ ثلاثة عقود، أودت بحياة أزيد من 1130 شخصا وجرفت عددا لا يحصى من المنازل ودمرت الأراضي الزراعية الحيوية والبنى التحتية والجسور. الأمم المتحدة والحكومة الباكستانية أطلقوا رسميا نداء للحصول على تبرعات تصل قيمتها إلى 161 مليون دولار لتمويل مساعدات طارئة لباكستان إثر تعرضها لهذه الكارثة المؤلمة حسب ما أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة. وزير التخطيط الباكستاني إحسان إقبال أوضح أن بلاده بحاجة إلى أزيد من 10 مليارات دولار لإصلاح وإعادة بناء البنى التحتية المتضررة. وبعد الدمار الذي لحق بالمحاصيل الزراعية بالبلاد، أفاد وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل أن الحكومة تدرس إمكانية استيراد الخضروات وأطعمة أخرى من الهند لتلبية حاجيات السوق الوطنية. ويشار إلى أن الأمم المتحدة جمعت 7 ملايين دولار عن طريق إعادة توجيه الأموال من برامج أخرى، خصوصا لتمويل الحاجيات الأكثر إلحاحا والغذاء والمياه والمعدات الطبية والمأوى، كما خصصت 3 ملايين إضافية من قبل صندوق الأمم المتحدة للاستجابة لحالة الطوارئ. نبقى في باكستان، حيث بدأ وصول أولى المساعدات الغذائية في إطار التضامن مع المتضررين للتخفيف من الأزمة التي تسببت فيها الفيضانات. المساعدات تتضمن أغذية وأغطية وملاجئ مؤقتة في كافة أنحاء باكستان لإيواء النازحين كدفعة أولية في انتظار وصول المزيد من الإمدادات. شيماء جبران. في باكستان بدأ وصول أولى المساعدات الغذائية في إطار التضامن مع المتضررين للتخفيف من الأزمة التي تسببت فيها الفيضانات. المساعدات تتضمن أغذية وملاجئ مؤقتة في كافة أنحاء باكستان لإيواء النازحين كدفعة أولية في انتظار وصول المزيد من الإمدادات. مساعدات عاجلة أخرى من المقرر أن تصل في الأيام المقبلة تلبية لنداء الاستغاثة الذي أطلقته البلاد بعدما أغلقت
أغرقت الأمطار الموسمية ثلث مساحة البلاد وأودت بحياة أكثر من 1000 شخص، وتأتي كارثة الفيضانات الغير المسبوقة في أسوأ الأوقات بالنسبة لباكستان، إذ يشهد اقتصادها انهيارا حادا. وأملا في تخفيف حدة الأزمة، أمرت السلطات بالمزيد من المساعدات من الدول الصديقة للتصدي للوضع المأساوي. إلى الخبر الوطني الآن. وعلى مساحة 4 هكتارات شمال وسط مدينة الرشيدية، تم إنشاء الحديقة الطبيعية الفضاء الواحاتي البيداغوجي، ويكمل هذا الفضاء الذي يستعد لاستقبال زواره الأوائل خلال الأيام القليلة المقبلة مسرح كبير في الهواء الطلق، ومسبح شبه أولمبي، ومسبح للأطفال، وقصور صغيرة، ومئات من أشجار النخيل. المزيد من التفاصيل في تقرير عثمان الطاهري. الفضاء الواحاتي البيداغوجي منتزه يمتد على مساحة شاسعة مغطاة بأشجار النخيل والنباتات الحية الخاصة بالمنطقة، يشكل رئة خضراء جديدة لعاصمة جهة درعة فيلالت، اللي تنجز بشراكة ما بين المجلس الإقليمي والمجلس البلدي ديالنا ووكالة تنمية المناطق الواحة وشجرة الأرقال في جميع أنواع النباتات ديال الواحة، وبيداغوجي وفضاء كذلك للدراسة للطلبة. ويطمح هذا المنتزه الذي تم تصميمه على شكل واحة قائمة على توازن الموارد الطبيعية المكونة من التربة المياه في بيئة قاحلة إلى تعزيز الثقافة الواحاتية مع قصورها وقصباتها ذات الهندسة المعمارية الفريدة وبساتين النخل. يتضمن هذا الفضاء الواحاتي مجموعة من التجهيزات والمرافق المهمة، سواء فضاءات خضراء، ألعاب للأطفال، مسرح في الهواء الطلق، وهو مخصص للجمعيات الهادفة والنشطة في المجال، ويتضمن مجموعة أشجار النخيل وأشجار التزيين ومكونات أخرى، وتم اعتماد في نظام الري بالتنقيط لترشيد استهلاك الماء. هذا الفضاء الواحاتي البيداغوجي للرشيدية يضم من بين أمور أخرى أزيد من 450 نخلة وعشرات من أشجار الفواكه وعشرين نافورة، بالإضافة إلى فضاء مخصص للأنشطة الثقافية وحمامات ومرافق صحية. نبقى في الخبر الوطني. ومع ارتفاع درجات الحرارة تبدو الشواطئ الملاذ الأنسب للاستجمام والترفيه عن النفس. شاطئ فم الواد بالعيون قبلة للمصطفين بفصل الصيف أو في فصل الصيف، وتم رفع اللواء الأزرق به للمرة 15 على التوالي لاستجابته لمعايير جودة المياه وتوفير الظروف الملائمة للاصطياف. رغدة قبوري. مع ارتفاع درجات الحرارة تغدو الشواطئ الملاذ الأنسب لساكنة الجنوب للاستجمام والسباحة. شاطئ فم الواد بالعيون واحد من بين الوجهات المفضلة للمصطفين خلال الفترة الصيفية. في دول السمارة كنجو لهذا البحر، هذا والوحيد اللي هو فم الواد هو اللي كنتنفسوا فيه. جبت وليداتي البحر ديال فم الواد باش يفوجوا شوي، لان ما كاينش شي ملتجى اللي غادي يفوجوا فيه واللي غادي يحيدوا منه القند. شاطئ فم الواد يمنح لساكنة العيون ونواحيها ملذات جميلة للترفيه ومعانقة المياه الزرقاء الدافئة. إقبال يعكس امتثال الشاطئ لمعايير جودة المياه والسلامة والنظافة. كيجي بنادم والأجواء تايرة مناسبة، الحراسة تاير من ناحية السباحين المنقذين تاهما راهم دايرين اللي عليهم، زيرو الحمد لله، زيرو حالة شي حالة ديال الموت أو الغرق. هذا الشاطئ رفع به اللواء الأزرق للمرة 15 على التوالي لاستجابته لمعايير جودة المياه والسلامة. المكان فسحة تبعد المصطفين عن صخب الحياة الروتينية اليومية والعملية. نختم من إيمنتانوت، حيث أطفأ مهرجان إيمنتانوت للفن والإبداع والتراث شمعته 12، وثمنت الفنانة الشعبية إكرام العبدية عروض المهرجان بأدائها أغاني شعبية تلقى قبولا منقطع النظير لدى الجمهور. المهرجان يشهد مشاركة فنانين أتحفوا الجمهور بإيقاعات أمازيغية وشعبية. أمين الصياد. على إيقاع الموسيقى الشعبية والأمازيغية ضربت جماهير مهرجان إيمنتانوت موعدا مع الفن والإبداع والتراث.
مهرجان لطالما وفى بعهده فأبدع فنانوه وأتحف الحاضرين والمارة. في نسخته الثانية عشر قدمت الفنانة إكرام العبدية باقة من الأغاني الشعبية التي يعشقها الكثيرون. كنبغي نشكر مدينة إيمين تانوت وكنبغي نشكر ناس تبارك الله اليوم، وأنا فرحانة اليوم وشرف لي نكون معهم في هذا المهرجان الغزال، وكنتمنى إن شاء الله نكون خفيفة على قلوبهم تبارك الله اليوم. منذ الدقائق الأولى للعرض عمت أجواء الغبطة والفرح الحضور بتواجد ثلة من الفنانين والموسيقيين الذين احتفوا برواد الفن الشعبي العريق مستأمنين على ضمان دوامه وتخليده. مجلس منفتح على المجموعة من الفنانين اللي عندهم غيرة على البلاد وعندهم إن شاء الله اللي غيحققوا بعض الأهداف الاقتصادية يعني وغتنفع بالساكنة. وتتواصل هذه التظاهرة الفنية مع الفنانين سعيد شرف وسعيد الصنهاجي، بالإضافة إلى مشاركة سعيد أسمغور بإيقاعات أمازيغية أصيلة، عروض هدفها الاستجابة لكل الأذواق الموسيقية. لهذه الأنغام نأتي إلى ختام هذه النشرة. لمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا invent4tv.ma. شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.